رأيكم شباب؟ شباب، محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون عن Pulse Modulation Method أو Analog Pulse Modulation Method. تكلمنا بالشابتر الأول إنه عن السامبلينج وشون نقدر نحول الإشارة الأنالوج أو التناظرية إلى إشارة ديجيتال عن طريق السامبلينج ميثود، وشون نحولها على شكل بلصات حتى تكون عندي إشارة ديجيتال. هاي الميثود لازم نعرف ما هي خصائصها وشون نقدر نتعامل وياها. طبعا عندي أنا أكثر من نوع أقدر أحول به الإشارة الأنالوج إلى بلصات حتى أقدر أتعامل وياها بصيغة ديجيتال. النوع الأول مثل ما جاي تشوفون الرسم اللي قدامكم اللي هو PAM. PAM جاي نشوف هاي الإشارة عندي الأنالوج، أوكي، إشارة لا على التعيين أنالوج. إحنا من قلنا ناخذ بلصات، ناخذ يعني عينات من هذه، شنو هذه الإشارة، ناخذ عينات منها. طبعا نعرف كل ما تزيد عندي العينة كل ما شنو يعني يصير عندي دقة بالإشارة، أوكي. نلاحظ هاي العينات اللي إحنا أخذناها، أوكي، هاي عينناها بالأحمر. هذه من نجي نأخذ بنوع الميثودز أو النوع البلس Amplitude Modulation يسموه Pulse Amplitude Modulation PAM. من اسمه هذا النوع يعتمد على الامبليتيود، يعني شنو؟ يعني راح يشفر لي الإشارة مالتي على الامبليتيود أو قيمة العينة أو سامبل اللي احنا أخذناه. فكل نوع يحتوي على خصائص معينة، أوكي؟ النوع الأول اللي هو البام، والنوع الثاني اللي هو الـ PDM، والنوع الثالث اللي هو الـ PPM. كل نوع من هاي الأنواع يحتوي على خصائص معينة. PAM والPDM هي مكتوبات هنا واضحة قدامكم شباب، PAM والPDM والPPM. شنو النوع أو الخصائص اللي ممكن إنه نتطرق لها بهذا النظام؟ الـ PAM شباب، الخصائص اللي ممكن إنه تختلف من نظام إلى نظام آخر هو الـ Amplitude والـ Weight، يعني الـ Interval اللي هو عرض الـ Pulse مالتي، أوكي، والـ Position. فراح نجي نشوف كل نظام ايش يختلف عن الأنظمة الأخرى. بالنظام الـ PAM الـ Pulse Amplitude Modulation الـ Amplitude راح يكون متغير Variable، والـ Weight راح يكون عندي Fixed، والـ Position راح يكون عندي Fixed. النوع الثاني اللي هو الـ PDM. الـ PDM أو الـ Pulse Duration Modulation، الـ Pulse Duration Modulation راح يكون بالـ Amplitude ثابت، يعني مثل ما جاي تلاحظون هنا الـ Amplitude بكل البلصات هو شنو ثابت، و
اللي يختلف عندي يعني تشفير الإشارة أو تشفير العينة sample راح يشفر حسب شنو؟ حسب قيمة هاي العينة يشفر بصيغة الويت أو العرض مال الموجة أو عرض البلس هاي. أوكي، فراح يكون عندي الامبليتيود فيكست ثابت، يكون عندي الويت فيريبل متغير، ويكون عندي البوزيشن ثابت. النوع الثالث اللي هو البي بي ام. البي بي ام اللي هو البلس بوزيشن موديليشن، بلس بوزيشن موديليشن. هذا النوع راح يكون عندي، راح يكون عندي الامبليتيود فيكست. جاي لاحظ هنا، هنا الامبليتيود لكل بلس هو واحد، كلهن مشابهات بالامبليتيود ومختلفات شنو. كذلك الود هم هنا فيكست، العرض مال الموجة هم كذلك راح يكون شنو ثابت. يختلف عندي البوزيشن، يعني شنو البوزيشن؟ الموقع مال شنو الموجة مالتي، منين تبدي وين تنتهي. اوكي، فالفيريبل هو شنو؟ هو البوزيشن. فهسه نلاحظ خصائص كل نوع من هاي الانواع. اوكي، هاي البي اي ام، هاي البي دي ام، وهاي البي بي ام. كل نوع يعتمد على الصيغة اللي يشفر لي بيها الإشارة. يعني خلني نجي نوضح واحد واحد بشكل تفصيلي شباب حتى تفهموها، حتى من نجي نحل المسألة أنت تعرف هذا النوع ويا فاكتر جاي تتعامل، الامبليتيود أو الويت أو الديوريشن مال بلس أو البوزيشن مال بلس. يعني من جاي نقول هنا الامبليتيود متغير بالبي بي 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 اي ام، يعني شنو قيمة هاي الإشارة هنا؟ نفترض هنا قيمتها واحد، أوكي، هنا قيمتها اثنين، هنا ثلاثة، هنا يرجع يقل يصير مثلا واحد أوكي ونص هيجي، وهاي تقل تصير سالب وهكذا. فنلاحظ هنا قيمتها واحد صار هالقد الامبليتيود مالتها، الاثنين لازم تصير اعلى، اوكي اعلى، الثلاثه تصير بعد اعلى الامبليتيود مالتها، القيمه اللي وراها هاي واحد ونص تصير اقل من الاثنين وهكذا. اوكي، بهالصيغه هاي احنا نكون شفرنا الاشاره بصيغه الامبليتيود. زين، النوع الثاني بس نلاحظ هو شنو البوزيشن مالتهن كله ثابت، يعني المسافة بين بلس وبلس هي شنية وحدة، وكل البلسات تبدي من نقطة معينة وتنتهي بنفس النقطة. نجي للنوع الثاني اللي هو البلس ديوريشن موديليشن. هذا راح يشفر لي الإشارة حسب الود او الديوريشن، يعني حسب عرض البلس او الديوريشن مال البلس، حسب قيمه العينه او السامبل اللي انا جاي اخذها. فنجي نلاحظ هنا العينه رقم واحد او قيمتها واحد، البلس مالتها او الديوريشن مالتها هو هذا تي نوت اللحظه، اوكي او تاو. من نجي قيمه البلس اثنين، ايش راح يكون عندي؟ راح يكون الديوريشن مال البلس هاي ايش يكون؟ يكون بعد اكثر اكبر، فراح يكون البلس مالتها الود مالتها اكبر. نجي على البلس الاخرى اللي هي قيمتها اعلى من عندها هم ثلاثه، فراح يكون البلس مالتها شنو؟ بعد اعلى اكثر. نجي للبلس اللي اقل منها اللي هي واحد ونص وهكذا. بهالصيغة أنا أكون شفرت الإشارة مالي أو حولتها إلى ديجيتال وسويت لها كودينج، لكن حسب شنو؟ حسب الديوريشن مال البلس. نجي على الموقع الآخر أو النوع الآخر من البلس موديليشن اللي هو البي بي ام، قلنا بلس بوزيشن موديليشن من اسمه بوزيشن.
اذا هذا راح يتعامل لي ويا شنو ويا البوزيشن مال البلس، يعني موقع البلس شو وقت تبدي وشو وقت تنتهي. فنلاحظ هنا البوزيشن الاول بلش من هذا المكان اوكي وانتهت، شوف العرض مال الموجه ومال البلس وارتفاعها هو ثابت بكل البلسات. النوع الثاني يبدي لي من رقم 2 اوكي وهكذا يصعد اختلف. النوع الثالث راح يبدي من هنا اوكي وهكذا اختلف. طبعا لكل نوع اكو دائره الكترونيه راح تفهمني هاي الدائره الالكترونيه شلون اني اقدر اتعامل ويا كل نوع من هذه الانواع. هسه نجي نلاحظ تعريف البلس امبليتيود مودوليشن. Pulse amplitude modulation is a form of signal modulation where the message information is encoded. نسوي لها encoded in the شنو amplitude. وين بالamplitude of series of the signal pulses. يعني راح نشفر الإشارة مالتي. Okay, signal حسب أو message information حسب شنو؟ حسب الامبليتيود او سلسله من البلسات بقيمه الامبليتيود لهذه العينه او لهذه السامبل. نجي نشوف الدائره الالكترونيه اللي تسوي لي البلس امبليتيود موديليشن. اوكي هاي الدائره الالكترونيه اللي تسوي لي البلس امبليتيود موديليشن. الدائرة الإلكترونية متكونة من سويتشين، سويتش يسموه سامبلينج سويتش والسويتش الثاني يسموه ديسشارج سويتش، مربوطة ويا السويتش الثاني متسعة على التوازي. اوكي هاي حتى شنو تفرغ لي الشحنة اللي موجودة. خلني نشوف شلون راح تتم العملية. انا عندي موجة اوكي معينه، هسه الموجه اللي جاي تشوفوها قدامكم هاي موجه انالوج. اوكي نلاحظ هنا هسه اول شيء اني شنو الاشاره مالتي، يعني اجت اشاره من هنا اوكي دا تدخل انبوت الى المن الى هاي الدائره الالكترونيه. فأول شيء إيش راح يكون؟ راح يكون هذا السويتش كلوزد، فراح يبدي شنو؟ يشحن منه؟ يشحن المتسعة، فراح تصعد قيمة الامبليتيود مالي حسب شنو؟ حسب قيمة الفولتية اللي داخلت لي من هنا، أوكي؟ اللي داخلة من هاي الجهة من الانبوت تصعد لحد ما تنشحن المتسعة، أوكي؟ تنتهي. ايش راح يصير؟ انشحنت المتسعه، وراها ايش راح يصير؟ هذا يصير اوبن وهذا شنو؟ يصير كلوز. من يصير كلوز ايش راح يصير؟ يفرغ لي الشحنه، يفرغ لي الشحنه اللي موجوده بالمتسعه، فمباشره نشوف البلس صفرت. اوكي؟ لوقت معين، طبعا هذا الوقت يسموه تي اس اللي احنا درسناه. اوكي النيكويست انتربل. اوكي قلنا الاف اس هو شنو النيكويست ريت. راح ترجع مره ثانيه همينه راح تشحن المتسعه. اوكي هذا السويتش يصير كلوز، بعدين اللي لحد ما توصل القيمه الفولتيه اللي بيها هاي العينه، ومن ثم ترجع هذا السويتش يصير كلوز، هذا اوبن وهذا راح يصير كلوز. راح يسوي لي راح يرجع يصفر لي هذه المتسعه، فترجع تصفر الاشاره مالتي تنزل البلس الى الصفر، وكذلك تنتظر فتره معينه من الزمن لحد ما تجي البلس الاخرى وتجحن كذلك المتسعه وهكذا. وبهالصيغه اني شكون اكون شفرت الإشارة مالتي حسب قيمة الامبليتيود، يعني حسب قيمة الانبوت أو الفولتية اللي جاي تدخل لي لهذه الإشارة. كذلك من الجهة السالبة همين إذا عندي إشارة سالبة همين تجيني فولتية بهالصيغة هاي، وهمين تشحن المتسعة وتتفرغ بهالشكل هذا.
إذا هاي الدائرة الإلكترونية شباب، أوكي طبعا هاي مطلوبة من عندكم إنه تفهموها وتحفظوها وتشرحون الخطوات اللي تتم بعملية الـ sampling عن طريق الميثود اللي هي الـ PAM. يعني يجيك سؤال يقول لك وضح لي واشرح لي الدائرة الإلكترونية اللي تسوي لي الـ pulse amplitude modulation مع رسم الدائرة الإلكترونية. فأنت ترسم هاي الدائرة وتذكر لي النقاط عن آلية الهاي. هاي الدائرة الإلكترونية طبعا يسموها sampling and hold. Sampling and hold circuit. Hold يعني شنو؟ يعني خلص صفر. والسامبلينج إنه رفع لسامبل معينة حسب قيمة الفولتية اللي داخلت لي من الأنالوج. فنجي نلخص آلية عمل هذه الدائرة الإلكترونية بثلاث نقاط. النقطة الأولى، أول شيء the sampling switch is open. السامبلينج switch هذا اللي تكلمنا عنه أول واحد اللي هو G1 أو sampling switch، مش راح يصير بي open. And capacitor اللي هي C، هاي المتسعة اللي هي C، hold the charge، راح تحتفظ بالcharge، أوكي بالشحنة. For إش قد تظل تحتفظ بيها؟ For tau period، أوكي for tau period، thus the fat top of the generated. يعني هاي الشحن المتسعة تظل محتفظة بالشحنة لحد قيمة شنو؟ قيمة تاو، أوكي؟ قيمة تاو، أوكي؟ فاللي هو شنو التاو؟ اللي هو عرض الموجة أو الديوريشن مال البالس. النقطة الثانية إيش راح يصير بعد ما شحنت المتسعة؟ قلنا راح يصير ديسشارج سويتش، هذا الثاني الديسشارج سويتش راح يصير بي ذين كلوزد، راح ينغلق. فايش راح يسوي؟ بما انه هو انغلق راح يصفر المتسع عليها مربوطه ويا على التوازي. مجرد ما انغلق منها ايش راح يصير؟ راح يسوي الديسشارج المن للمتسعه، يصفر الشحنه مالتها الى 0 فولت. اوكي يصفر الشحنه مالتها الى 0 فولت، وبالاحرى راح نشوف شنو الشحنه البلس نزلت للصفر. النقطة الثالثة again، يعني بعد فترة معينة، يعني مرة ثانية بعد فترة معينة من الزمن اللي هي هاي الفترة اللي هي TS، قلنا time interval، okay sampling شنو switch is closed. sampling switch مرة ثانية راح يرجع ينغلق، okay ويعطيني new sample. من راح يرجع ينغلق؟ راح يرجع يشحن المتسعة مرة ثانية ويرجع همينه ذاك ال discharge switch يصير close، فيصفر لي الشحن مال المتسعة هم ترجع الصفر، وبعد فترة معينة اللي هي TS وهكذا. أوكي فمن تجي تجاوب على هذا النوع من السؤال إنه يقول لك اشرح لي الدائرة الإلكترونية اللي تسوي لي PAM أو Pulse Amplitude Modulation، أو يقول لك اشرح لي آلية عمل sampling and hold circuit، أوكي أنت لازم ترسم الدائرة الإلكترونية هاي الرسمة المطلوبة، وكذلك تشرح النقاط هذين الثلاثة مثل ما موضح قدامكم. نجي إلى احنا طبعا كنا نعرف القانون مال frequency الخاص ب pulse amplitude modulation هو 1 على 2 تاو. الاف ماكسيمم راح يكون عندي 1 على 2 تاو، والباندويث الباندويث للموجه الناتجه من نوع الموديليشن اللي هو PAM، PAM الباندويث مالي راح يكون إما الباندويث للPAM هو 1 على 2 شنو؟ تاو، 1 على 2 تاو، أو طبعا هي لازم تكون أكبر أو يساوي، هاي ما ننساها. ليش؟ لأن الباندويث هو شنو؟ هو
الفريكوينسي او الباندويث اللي خاص بموجة ال PAM او ترانسميشن باندويث الخاص ب PAM سيجنال. اذا هو راح يكون اكبر بكثير من شنو؟ من ال W. ال W شنو شباب؟ ال W احنا مو تكلمنا بالفصل الاول قلنا عندي الفريكوينسي اوف مسج، مو قلنا هاي الموجة الانالوج من نجي نحولها الى ديجيتال راح تصير شنو؟ اف اس، صح لو لا؟ فالفريكوينسي اوف مسج الاف ام هي شنو؟ هي نفسها ال W، يعني لو يرمزوا لها اف ام لو يرمزوا لها ال W، اذا هو تردد الاشاره الانالوج. من جاي نجي نحولها الى ديجيتال راح يصير عندي اف اس او هو الباندويث اللي موجود عندي. زين، احنا من ذكرنا هاي هذا كله يرجع يذكرنا بالشابتر الاول، ذكرنا انه شنو الفرق بين الموجه الانالوج والموجه الديجيتال. احنا قلنا الموجه الانالوج شي يكون احتاج باندويث اكثر، يعني اذا انا جاي اريد ارسل فد اشاره معينه، اوكي، فد اشاره معينه فويس مسج او صوره او اي شيء، اوكي، اشاره انالوج، من اريد ارسلها بالانالوج احتاج باندويث معين، اوكي. بس نفس الاشاره او نفس الفويس مسج من ارجي اريد ارسلها بالديجيتال انا احتاج باندويث اكبر بكثير، اوكي، من الباندويث اللي احتاجه بالانالوج. فهاي المعلومه احنا لازم نكون نعرفها وهاي درسناها بالفصل الاول. هسه من راح نجي نطبقها بشكل عملي ونجي نحول الاشاره من انالوج الى ديجيتال راح نفهم ليش اني جاي احتاج باندويث اكبر من ارسل نفس الاشاره او نفس قيمه الاشاره بالديجيتال. نجي للنوع الثاني اللي هو البلس ديوريشن او البلس اند البلس بوزيشن اللي هو البي دي ام والبي بي ام. اوكي، البي دي ام او يسموه البي دبليو ام، شوف لو يسموه بي دبليو ام لو بي دي ام، يعني لو بلس ويد موديليشن لو بلس ديوريشن موديليشن. انا تعمدت اكتب لكم اياها بالصيغتين حتى تفهمون انه هو هذا نفس نوع الموديليشن. اوكي، تعريفه is a method of process used for encoding the amplitude for signal right into pulse width، يعني راح يسوي لي encoded على الامبليتيود ما قيمه الاشاره اللي عندي. بس شلون يسوي لي لها encoded؟ عن طريق شنو؟ البلس ويد، عن طريق عرض هذه العينه او هاي البلس السامبل or duration، يعني اما عن طريق العرض او الديوريشن اللي هو نفسه. اوكي، البلس بوزيشن موديليشن تعريفها از شنو؟ a form of signal modulation in which m message، عندي اني m message من البيتس راح اشفرها encoded by شنو؟ transmission signal pulse on the شنو؟ position required time shifting، يعني راح اشفر البلسات مالي عن طريق شنو؟ عن طريق البوزيشن اللي جاي تتواجد به هذه البلس. الدائره الالكترونيه اللي تنتج لي بلس امبليتيود موديليشن او سوري بلس ديوريشن موديليشن او بلس بوزيشن موديليشن هي نفس الدائره الالكترونيه. اوكي، البلس ديوريشن موديليشن او البي دبليو ام شلون راح يتم؟ عندي اشاره هاي هنا، انا عندي كومباريتور، اوكي، مقارن، ادخل له اشارتين يقارن لي بيناتهم. الكومباريتور هذا ندخل الاشاره مالت السيجنال الموجه الانالوج، اوكي، وندخل وياها ساوتث سيجنال، يعني نجيب ساوتث جنريتور يدخل من هنا. شنو يعني الساوتث؟ يعني هاي الموجه المنشاريه اللي جاي تشوفوها قدامكم بشكل منشار، اوكي، فهاي ثابته، جنريتور يولد لي موجه ثابته بصيغه ساوتث انه هي هاي المنشاريه، اوكي،
يصير مقارنة بيناتهم. شنو يعني يصير مقارنة بيناتهم؟ يعني راح يقاطع لي الموجتين، الموجة الانالوج اللي أنا جاي أدخلها ويا شنو الساوتث، أوكي؟ فراح يتقاطع النقاط التقاطع اللي بيناتهن هي شنية، هي راح تكون العينات مالتي. هاي نقاط التقاطع هي راح تكون العينات مالتي. زين، هسه انت تقول لي انا منين استنتج البي دي ام ومنين استنتج البي بي ام اذا هي نفس الدائره الالكترونيه. البي دي ام او البي دبليو ام هو الاوتبوت مال الكومباريتور نفسه. الاوتبوت مال الكومباريتور هو راح ينطيني اشاره بالس ديوريشن موديليشن، يعني راح يشفر لي الاشاره مالتي حسب الديوريشن او حسب الويث او العرض مال البالس. في حال هاي الإشارة دخلناها على مونو ستيبل، أوكي، شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي PPM اللي هو Pulse Position Modulation. نجي نلاحظ أول شيء شون تتم Pulse Duration Modulation. أنا عندي هاي Pulse مالتي هنا، التقاطع صار بين الإشارة مالتي، هاي الإشارة، أوكي، خلينا نعينها بال حتى تكون واضحة لكم. هاي الإشارة مالتي الأنالوج، أوكي، دا تتقاطع ويا الساوتث، هاي الموجة المنشارية بنقطة معينة. من جاي تتقاطع هنا نقاط التقاطع أنا أحددهن، أوكي، فمحددين هنا نقاط التقاطع. إذن البلس مالتي راح تبدي نقطة الثريشولد مالي، أوكي، تصعد بقيمة الامبليتيود ثابت إحنا قلنا، شو وقت تنتهي؟ تنتهي بنقاط التقاطع، أوكي؟ إذن يمشي فترة معينة من الزمن راح تبدي الموجة المنشارية تبدي تصعد، صح؟ فمن هاي الموجة بلشت يعني تصعد الموجة المنشارية، يعني مو مصفرة، اوكي، انا تبلش البلس مالتي، يعني من هاي النقطه بدايه الموجه المنشاريه هي شنو؟ هي نقطه بدايه البلس. شو وقت تنتهي البلس؟ تنتهي البلس من يصير تقاطع بين الموجه المنشاريه والموجه الاني الانالوج مالتي. فمن تقاطعن هنا راح يصفر البلس مالي، كذلك تمشي الى حد ما تبدي شنو؟ تبدي الموجة المنشارية من جديد، صعدت الامبليتيود، احنا قلنا الامبليتيود ثابت لان هذا يتعامل ويا الديوريشن. نجي نشوف وين راح تلتقي الموجتين المنشارية والموجة يعني الساوتث والموجة الانالوج مالتي، راح يتقاطعن بمنطقة معينة او بنقطة معينة، هاي راح تكون النقطة اللي هي نقطة انتهاء البلس. نجي نلاحظ هنا شباب كل بلس إلها شنو؟ إلها ديوريشن معين، صح؟ يختلف عن الثانية، بس هذا الاختلاف حسب قيمة هذه العينة أو حسب قيمة هذه السامبل، أوكي؟ يعني هاي هنا السامبل بالسالب، خلينا نقول، فشوفوا الديوريشن مالتها إيش قد؟ هنا هم بالسالب لكن شوية أعلى من هاي، فالديوريشن مالتها أعلى، أوكي؟ يعني العرض مال السامبل. هنا صارت بالموجب، يعني صعدت بعد أعلى من هذا النيف، فكذلك الديوريشن مالتها صار أكبر، وهكذا جميع البلسات، أوكي، لحد ما تنتهي الإشارة مالتي. زين، هاي بالنسبة للبلس ديوريشن موديليشن أو الـ PWM Pulse Width Modulation. نجي للنوع الآخر اللي هو الـ PPM. إحنا قلنا الإشارة مال الـ PDM أو الـ PWM ندخلها على مونو ستيبل أنا أقدر أحصل PPM. زين، هنا نقطة البداية راح تكون مالتي هي نقطة التقاء الموجة الأنالوج مع الـ ساوتس سيجنال. نقطة البداية هي نفسها، بما أنه عندي الأمبليتيود ثابت، اوكي،
ويف ثابت، فاني رأسا هي تنتهي حسب الويف مالتها اللي اني محدده يعني التاو. فهنا هم نقطة التقاء هم تبدي بمنطقة، تبدي بهاي النقطة وبأمبليتيود معين ثابت كذلك، والويد مالتها هم ثابت. هنا نقطة البداية هم كذلك بنقطة معينة وتنتهي بعد ديوريشن معين وأمبليتيود. هاي طبعا الأمبليتيود وديوريشن ثابتات هنا، ليش؟ لأن ذكرنا بالخصائص مالتنا بالبداية، هنا ذكرنا بالخصائص قلنا شنو؟ قلنا الامبليتيود هو فيكس والويت هو فيكس، واللي جاي يتغير عندي شنو؟ البوزيشن. فنجي نلاحظ كذلك هاي نقطة التقاء جديدة، بلشت البلس فيها وانتهت كذلك، وهنا نقطة التقاء جديدة بلشت البلس بها وانتهت. نلاحظ البوزيشن مال كل بلس أو كل سامبل هو شنو؟ هو يختلف عن البوزيشن للسامبل القبلها، فيصير المسافات اللي بين البلسات مختلفة. أوكي، مو شرط يعني أكو يجوز بلسات تكون قريبة على بعض، يجوز بلسات تكون بعيدة بمسافة معينة. إذا هاي الدائرة الإلكترونية أو البلوك دايجرام اللي يخص ال PWM واللي يخص ال PPM، أوكي، كذلك مطلوب من عندكم شباب، هذا ال A وال B مطلوب من عندكم. أما آلية شرح هذه السيركت تم عن طريق رسم هاي السيركت والمخطط أو الدايجرام اللي موجود هنا اللي هو الرسم B. كذلك هاي النوعين شباب، احنا هناك ايش قلنا؟ قلنا عندي تاو اللي هي عرض البلس او البلس ديوريشن يسموها البلس ديوريشن، فقلنا الباندويث هناك كانت تساوي 1 اوفر 2 تاو. هنا الباندويث بال بي بي ام وبال بي دبليو ام، بما انه هن اثنيناتهن بنفس الدائرة الالكترونية فكذلك هن بنفس قيمة الباندويث أو نفس قانون الباندويث اللي راح يستخدم، اللي هو الباندويث لل PPM أو ال PWM قانونه هو أكبر أو يساوي 1 over 2 rising time. 1 over 2 rising time، هذا rise time. أوكي، طبعا هو راح يكون أكيد very less than شنو TS، راح يكون أصغر بكثير من TS. أوكي، لأن الترانسميشن باندويث مالي هو راح يكون أكبر بكثير من شنو من 1 over 2 rising time. إذن الفاكتور اللي أقدر أحسب منه الباندويث بال PPM وال PWM هو rising time اللي هو هذا TR. اوكي، وهو اكيد اصغر بكثير من التي اس. اوكي، واكيد الباندويث هنا هم نفس المبدا، لازم تكون الباندويث للبي بي ام او البي دبليو ام هي اكبر بكثير من الدبليو او من الاف ام. اوكي، فاذا قلنا بالسؤال دبليو او قلنا اف ام فريكوانسي اوف مسج هي نفس التعبير. شباب لهنا محاضرتنا راح تنتهي. هسه احنا شرحنا هاي الثلاث انواع، عرفنا تعاريفهن، فهمنا كل واحد شنية البروبرتيز الخصائص الخاصة بهاي الانظمة. طبعا هاي البروبرتيز كذلك شباب مطلوبة من عندكم، اوكي، انه كل واحد البروبرتيز ماله شنو. يجوز يجيب لك سؤال يقول لك اذكر لي البروبرتيز لكل نوع من أنواع البلس موديليشن أو الأنالوج بلس موديليشن ميثود، فأنت تذكرهن بهالصيغة PAM PDM PPM، والفاكتورز اللي راح يتغيرن بها هو amplitude والwidth والposition.
فبالامبليتيود بلس امبليتيود موديليشن هي variable بالامبليتيود وفيكست بالديوريشن والبوزيشن. بالبي دي ام هنا انا فيكست بالامبليتيود وفاريبل يعني متغيره بالويث يعني عرض الموجه متغير وفيكست بالبوزيشن. اما البي بي ام هو فيكست بالامبليتيود والويث انه ثابته الامبليتيود بالبلسات والعرض البلس كذلك ثابت. المتغير هو عندي البوزيشن مال البلس او مال هاي السامبل. مطلوب من عندكم شباب حفظ هاي المخططات او البلوك دياجرام لكل نوع من السيركتس وحفظ خصائصها وش اليه عملها اوكي، وكذلك فهم هذه القوانين اللي شرحناها بالنسبه للباندويث وبالنسبه لكل نوع من انواع الموديليشن. كذلك هاي الدائره الالكترونيه الخاصه بالبلوك دياجرام للبي دبليو ام والبي بي ام. المحاضره الجايه ان شاء الله شباب راح تكون عن حل المسائل لهكذا نوع من المواضيع. شكرا لكم شباب.